الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم أعزائنا طلاب وطالبات الصف العاشر كنا أحبابي قد أخذنا وحدة العروض في خمسة أجزاء في خمسة فيديوهات كانت الفيديوهات قصيرة بغرض الشرح تناولنا في كل فيديو فكرة معينة تتعلق بوحدة العروض إلى أن انتهينا بالتقطيع العروضي في الفيديو الخامس وقمنا في نهاية الفيديو بتقطيع أول بيتين موجودين في التدريب الثاني في صفحة واحد الان اعزائي سنقوم ان شاء الله بناء على طلب البعض منكم بحل التدريب الثاني الموجود في صفحه 71 طبعا احبابي هذا التدريب قمنا كما قلت بحل اول بيتين منه في الفيديو الخامس من العروض من التقطيع العروضي تمام نكمل الان البيت الثالث نتبين طريقه التقطيع اعزائي التقطيع العروضي وايضا الكتابه العروضيه نبدا في البيت الثالث أنا البحر في أحشائه الدر كامن فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ وطبعا هذا البيت في قراءة أخرى له فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لاحظوا أعزائي نقطع أولا نكتب كتابة عروضية كما اتفقنا على القواعد. أ أه نل ليش يمس نل؟ لأنه لاحظوا معي أحذف هذه الألف لأنها طبعا حرف علة أحذف الألف لأنه جاء بعده ساكن هذه الألف أحذف هذه الألف وهذه الألف لأنه باللام الشمسية نحذف ألف اللام الشمسية عفوا قمرية باللام القمرية وهذه لام قمرية أحذف ألف اللام القمرية باللام الشمسية أحذف الألف واللام تمام إذا هنا أحذف الألف من هون الألف من هون أصبحت نون ولام أ نل بح متحرك ساكن رو متحرك في أح متحرك ساكن شا مد وممدود إي متحرك هي لاحظوا الهاء هنا اجت عندي ألف ألف ولام شمسية ماذا أفعل في اللام الشمسية قلنا هاي كلها يمس تحذف اللام الشمسية تحذف وصلنا عند الدال لاحظوا الدال عندي دال ساكنة دال متحركة لأنها مشددة بفكها لدالين دال متحركة ودال ساكنة الراء أيضا بعدها في عندي راء مشددة أفكها إلى راء ساكنة راء متحركة هذا الفك يمس عشان يساعدني في الكتابة العروضية لاحظوا كيف أصبحت أنطقها لاحظوا أح إي هد الهاء مع الدال هد هنا الهاء مع الدال بعدين در لأنه متحرك وساكن لاحظوا هنا متحرك ساكن أيضا متحرك ساكن الراء لوحدها هد در رو كا مي ونون التنوين طبعا نستعيد عنها بحرف النون تمام لاحظوا مرة أخرى النطق شوفوا مس كيف بدي أنطقها أ نل بح رو في أح شاء هد در طبعا التقطيع إلى مقاطع طويلة وقصيرة أصبحنا يعني رائعين فيه متميزين بكل بساطة مس شفنا حرف واحد مقطع قصير حرفين مقطع طويل حرفين طويل حرف قصير إلى آخره تمام أحبابي طيب انا طبعا لضيق الوسع هون عندي مس بقطع شطر شطر يعني هذا الشطر الاول هذا تقطيع الشطر الثاني يعني هذا كله تابع للبيت الاول الان انا عندي الشطر الثاني فهل س سالوا لاحظوا التقطيع فهل هل س ليش يمس هون لول لاحظوا هون عندي يمس اللام جاءت واو الجماعه وألف التفريق واو الجماعة وألف التفريق نحذفها لماذا؟ لأنه هي تعتبر ساكن ماذا جاء بعدها؟ جاء بعدها الألف الساكن فعشان هيك يمس ألف التفريق بطبيعة الحال بحذفها دائما صف عندي لو هذه الواو هي اتفقنا أنه عندنا حرف المد إذا جاء في نهاية الكلمة وتبعه ساكن يحذف حرف المد هذا صحيح؟ هاي حرف المد تبعه ساكن هذا يحذف وهذا يحذف ايضا اصبح عندي لل متحرك وساكن لاحظوا لام القمريه متحرك وساكن اذا اصبحت فهل س لل غو وا الواو هنا مشدده فكتها لواو واو واوين اذا اصبح عندي هنا غ مع الواو الاولى والواو الثانيه مع الالف غو وا ص عن ص د اعيد قراءته مره اخرى ف هل سأل ص عن صدفاتي مقاطع طويله وقصيره كما اتفقنا الحرف قصير والحرفين طويل واضح اعزائي هاي القواعد يمس كمان شوي زي ما حكينا بنصير ننطقها بشكل سريع ونقطع دون الحاجه الى الكتابه العروضيه ننتقل احبابي للبيت الذي يليه هنا جذوري هنا قلبي هنا لغتي فكيف اوضح هل في العشق ايضاح الان لاحظوا عندي هو نا جو ري هنا بسيطه مس التقطيع الهاء متحركه نا مد وممدود متحرك مد وممدود مد وممدود ري ايضا اعيدها هو ونا قل متحرك ساكن بي مد وممدود هو نا لغه تي واضح طيب الشطر الثاني طبعا المقاطع الشطر الثاني فكيف ف كي ف لهون سهل ما في شيء هل فل لماذا يمس دمجنا لانه عندي حرف مد جاء بعده الالف هذا يمس تلقائي يحذف فاصبحنا فاء مع اللام مباشره بدمج الفاء مع اللام في ق اي ضا حو. لاحظوا كيف اشبعت الحاء هنا عليها ضمه، اشبعها تصبح حو، لانها مس جاءت في نهايه الشطر الثاني اذا اشبع. اذا فكيف اوضحو؟ هل في العشق اي ضا حو. البيت الذي يليه حبال الود بالاخلاص تقوى. فان يذهب فلن تقوى الحبال. حي با لول ليش يمس؟ لأنه عندي هون ال ال حبال ودي حبال لول ودي. دمجنا اللام مع اللام حذفنا الألف حبال لول ود الواو مع الدال فكان يمس الواو هنا مع الدال ودي بل اللام إخ ولا ص وتق و هنا التق مع بعض والوا مد وممدود ف إن لاحظوا ف إن يذهب ف وإن متحرك ساكن يذ وهب متحرك ساكن متحرك ساكن ف متحرك لن تق والاحذف أحذف أحذف تق والحبالو أشبع هنا اللو إذا لاحظوا ف إن يذهب ف لن تق لو تمام احبابي طيب الان بقي لدينا ثلاثه ابيات اخرى ارجو اذا يعني الذي يحب ان ياخذ لقطه شاشه لهذه تقطيع هذه الابيات ويتاكد منها نكمل الان اعزائي البيت السادس او السابع ربما أزجر القلب اذا القلب جمح واردع الطرف اذا الطرف طمح لاحظوا معي از جو رل لاحظوا يعني مس دائما بتوقف اذا عندي لام قمريه لام شمسيه اشوف نطق كيف وببني عليه اذا هذا التوقف لابد منه والتوقف ايضا اذا انتهت الكلمه بحرف عله بدا بساكن اذا نقول از جو رل. هذا حذف از جو رل قلب ا ذل قلب ج تمام إذا انتبهنا هون كمان يمس نشطب هاي ونحذف هاي ونحذف هذه الألف أيضا إي ذا القلب جمح نكمل ور لاحظوا اللفظ الألف هذه همزة الوصل تحذف ور د عط الطاء نفكها إلى طائين طاء ساكنة طاء متحركة ور د عط طر ف إي طمح طر مح تمام يا مس؟ إذا أنا عندي هون مشدد الطاء هذه والطاء هذه طبعا إلى طاءان، أول طاء بتكون ساكنة والطاء الثاني بتكون متحركة وبناء عليه يا مس بدمج، يعني الطاء مع الراء هون راح تدمج، العين مع الطاء أيضا هنا تدمج. طيب بكمل آه طبعا بالنسبة للتقطيع مقاطع طويلة وقصيرة آه واضح يا مس كيف بنحطها، الآن البيت الذي يليه، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا إن الظلوم على حد من النقم لا تظ من عندي نونان هاي أول نون هاي ثاني نون النون الأولى ساكنة متحركة مين مع نون بعدين النون لوحدها لا تظ لمن إذا ما كنت كما هو ساكن متحرك مع بعض متحرك لوحده لحاله مد وممدود مع بعض مق ت دي ورن هون يمس التنوين يحول إلى حرف النون الشطر الثاني إن نظ لاحظوا مباشرة إن ونظ النون هاي فكت هاي أول نون هاي ثاني نون ساكن متحرك الضاء أيضا إلى ضاءين ساكن متحرك الهمزة مع النون إن هاي إن النون مع الضاء إن نظ ض إن بعدين النون مع الظاء إن ونظ والظ لوحدها إن نظ ظ واللام مع الواو لو ما لا حد ودن هذه كلها مس فكت حد حد ودن مي ن ن ق مي أشبع الميم لأنها جاءت في آخر البيت وفي اخر الشطر طبعا الاشباع سواء هون يا مس او في نهايه الشطر الاول اذا الحرف ايضا هنا في نهايه الشطر الاول على ضم فتحه كسره ايضا اشبعها ما لم يسبق بساكن طبعا أضعه مع بعضه في مقطع واحد واضح اعزائي طيب الى هنا نكتفي بهذا القدر بقي بيت واحد اعزائي قطعوا لوحدكم طبعا تدربوا عليه المفروض انكم تكونوا قطعتوا الابيات لوحدكم في ما سبق هذا للتاكد اعزائي تراجعوا حلكم وتقطيع معكم وتتأكدوا منه تتبينوا الاخطاء ان شاء الله ما كان عندكم اخطاء في التقطيع التقطيع العروضي والكتابه العروضيه سهله جدا تحتاج الى ممارسه كلما قطعتم ابيات اكثر يكون الموضوع اسهل عليكم الان اعزائي نلتقي ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته